بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اعزائي التلاميذ. اليوم غادي نتلاقاو في نديروا داله معرفه بتكامل اللي هو الموضوع يهم ثاني علوم رياضيه. عندنا مبرهنتين اساسيتين في هذا الجزء. المبرهنه الاولى مبرهنه واحد تقول بانه اذا كانت اف دالة متصلة على مجال اي و ا عدد من اي دالة عندنا جوج العناصر اللي خصهم يتوفروا عندنا. اذا كانت اف دالة متصلة على مجال اي و اي و ا ابارتين اي فان الدالة المعرفة على اي بما يلي في اكس تساوي تكامل من ا ل اكس اف تي دي تي هي داله لا هي الداله الاصليه ل اف على اي التي تنعدم في ا اي ان في ا تساوي صفر ومهما يكون اكس من اي في فتحة لي إكس تساوي إف لي إكس. ومن هنا يمكن نستنتجو بأن يمكن لي نستنتج بأن هنا نزيدها لأن تستعمل في التمارين بزاف. إذن يا خارج الخاصية إذن في متصلة وقابلة للاشتقاق على إي فهي دالة أصلية وبالتالي فهي قابلة للاشتقاق وإذا كانت قابلة للاشتقاق فهي متصلة. بالنسبة للبرهان فبما أن F متصلة على E و A ينتمي إلى E لدينا هنا ما نحتاجش الهدف الأول. إذن F تقبل دالة أصلية جي على اي ولدينا جي مهما يكون اكس من اي ونعلم ان ار عندنا تنتمي الى اي جي اكس ناقص جي ا يساوي تكامل من ال اكس اف تي دي تي حسب التعريف ديال الدالة الأصلية وحسب التعريف ديال الدالة ديال التكامل. إذن وهذا هو دالة في لي إكس. إذن في لي إكس تساوي جي إكس ناقص جي أ ومن في راها قابلة للاشتقاق على لماذا؟ لأن جي قابلة للاشتقاق على إي ربحا للوقت كتبت بالطريقة هذه جي قابلة للاشتقاق على إي ولدينا ومن مهما يكون x من اي في بريم لي اكس يساوي جي بريم ديال اكس. لماذا؟ لان جي بريم ديال ا تساوي صفر ا ثابته دونك جي ا كامل راه ثابته. اذن هذه جي راه داله اصليه جي داله اصليه ديال اف على اي. اذن في بريم لي اكس يساوي اف من اكس تنحصلوا على النتيجه. ثم لدينا في ديال ا هو جي ديال ا موان جي ديال ا ولا يمكن لي نشوفها بطريقه اخرى. في ديال ا راه هي تكامل من ا ل ا ديال اف تي دي تي و اف متصله ا ابارتي يعني ا عندنا تنتمي ل اي و اف متصله على اي. اذا هذا راه تساوي ليا صفر. نعم اذا نديرو تطبيق واحد نعتبر الداله اش المعرفه على المجال صفر زائد ما لا نهايه بما يلي
hx تساوي تكامل من واحد ل x t على t dt. أولا تحقق من أن h متصلة وقابلة للاشتقاق على مجال صفر واحد. ثانيا ثم حدد h' على اي على يعني المجال على صفر زائد ما لا نهاية واعطي تغيرات h كذلك على نفس المجال. السؤال الثاني حدد جدول إشارة h على المجال صفر زائد ما لا نهاية. السؤال الثالث أحسب ليميت واحد على x ناقص واحد ft dt عندما يلو x إلى واحد. إذن هذه هو أسئلة التي تكون فيها غالبا تطبيق ديال هذا النوع من المبرهنات. إذا غادي يحتاجوا شرطين باش شفنا هنايا بانه الا كان عندي اف داله متصله على اي تنتمي الى اي فالداله في المعرفه بهذا الشكل هذا فهي متصله وقابله للاشتقاق على اي. دونك يكفي باش نتحقق بان الداله اف متصله على المجال صفر زائد ما لا نهايه وعندنا العدد واحد هذا هو ا العدد واحد هنا واحد ينتمي الى اي وهذه الداله تكون متصله على الحل. لدينا h لx تساوي التكامل من ال x نضع ft dt حيث نضع ft ft باش نبينو ft هي t على t. دونك باش تبان لي الشكل ديال المبرهنة تبان لي مزيان. إذا لدينا أولا f متصلة على المجال صفر زائد ما لا نهاية وواحد ينتمي إلى صفر زائد ما لا نهاية وبالتالي الدالة تكامل من واحد ل x ديال f t d t اللي هي h ل x حسب المبرهنة بالتالي الدالة h قابلة للاشتقاق على صفر زائد ما لا نهاية ومنه متصلة على المجال نفس المجال على صفر. ولدينا لكل x من المجال صفر زائد ما لا نهاية h فتحة x تساوي لنا f ل x اللي هي e x سير x. h فتحة x تساوي f ل x وليس f ل t لأن t هي فقط تنسميه متغير صامت خاص بالتكامل. هو المتغير اللي تنقوموا عليه بالتكامل. مهما يكون اكس اف اكس وهذا الصيغه ديال او اكس سير اكس نعلم ان الداله الاسيه فهي موجبه قطعا او اكس ينتمي الى صفر زائد ما لا نهايه يعني بان هذه الصيغه راها موجبه وبالتالي اش تزايديه قطعا على المجال صفر زائد ما لا اش تزايديه على قطعا عن المجال صفر زائد ما لا نهايه. نشوفوا السؤال الاخر. ثانيا حدد جدول اشاره اش على اشاره يعني نقلبوا على فين اش موجبه وفين سالبه. الا بغينا نشوفوا كيفاش غادي نفكر غادي نشوف عندنا بعد التغيرات دونك ديالنا التغيرات غادي ناخذ هنا اكس
صفر غير معرفة زائد ما لا نهاية. هنا h ل x دلش لنا بأنها تزايدية. دونك يكفي باش نقلب على واحد العدد اللي فيه غادي تنعدم h. لحقاش إذا كان مثلا واحد العدد أعطاني الصفر في h فهذا تعني بأنه في هذا الجزء غادي تكون سالبة وفي هذا الجزء h غادي تكون موجبة. إذن هذا هو اللي غادي خصنا. مي هاد h كيفاش كيداير التعريف ديالها؟ راه هي h ل x هي 1 x f t d t. إذا كانت f متصلة فهذا يعني بأن هذه هي الدالة الأصلية التي تنعدم في واحد، تنعدم في واحد هو علاش تنقلبو؟ يعني غادي يكون عندي هنا واحد، تكامل من واحد لواحد ديال f t d t، f متصلة راه هو صفر. إذن كيفاش غادي نكتب هذا الجواب هذا؟ عندنا غادي نبداو بالمعطى الأول، واحد واخا راه بديهية غنكتبوها واحد ينتمي إلى صفر ما لا نهاية، و f t تقال e t سير t متصلة على صفر زائد ما لا نهاية وتزايدية قطعا. دونك إذن h قلنا ديال واحد راه هي صفر، ولدينا بحل الوقت ولدينا هنا x h x نعاودو الجدول h x عندنا الصفر ما معرفاش فيه زائد ما لا نهاية الواحد عندنا فيه صفر ثم الدالة فهي تزايدية. إذن تزايدية هنا غنديرو أوتوماتيكمون إشارة h دالة تزايدية. إذن دالة تزايدية هنا غادي تنعدم يعني أنها كانت سالبة، هنا عندي الصفر هنا ناقص هنا زائد، وبالتالي يمكن لكم تكتبوا تكملوا التحرير h سالبة على المجال صفر واحد وموجبة على المجال واحد زائد ما لا نهاية. ندوزو للسؤال الأخير في التمرين اللي هو تطبيق من التطبيقات ديال هذا النوع من الدوال وهو حساب بعد النهاية. حساب بعد النهايات ثالثا لنحسب ليميت ديال واحد على اكس ناقص واحد تكامل من واحد اكس ناخذ هذيك التينيت اف تي دي تي. نعم عندما يؤول اكس الى واحد لدينا واحد نخدمو على الصيغه في الاول من بعد كنا نقلبو على السؤال اللي بغينا. هذه هي واحد على كما تلاحظوا هي واحد على x في h ل x. نعم دونك في h ل x تساوي h ل x على x ناقص واحد اللي يمكن لي نكتبها على شكل h ل x ناقص h ل واحد على x ناقص واحد. إذن ليميت ديال واحد على إكس ناقص واحد تكامل من واحد لإكس إف تي دي تي عندما يؤول إكس إلى واحد تساوي ليميت عندما يؤول إكس إلى واحد واحد على إكس ناقص واحد تساوي ليميت ديال معدل التغير اللي تنشوفو قدامنا. ولكن أش أش غنعرفو عليها؟ أش فهي دالة قابلة للاشتقاق في صفر زائد ما لا نهاية، وبالتالي فهي قابلة للاشتقاق في واحد. إذن هذا تساوي لي هنا h بريم ديال واحد اللي هو f ديال واحد تساوي e أس واحد على واحد يعني دونك هذا التطبيق الثاني يعني يمكن لي نطبق هذا المبرهنة في حساب بعد النهاية. المبرهنة الأساسية الثانية غادي نديروها دابا. مبرهنة جوج غادي نحتاجو فيها
ثلاث شروط. إذا كان ثلاثة F دالة متصلة على مجال A. جوج A عدد من A. ثلاثة نحتاج إلى U دالة قابلة للاشتقاق على مجال G بحيث إلي جي ضمن اي. هاد إلي جي ضمن اي، إلي جي ضمن اي تتعني بأنه مهما يكون إكس ينتمي إلى جي، فإن إلي إكس ينتمي إلى اي. هذا هو المعنى ديال هاد. إذا كانوا عندي هاد الشروط بثلاثة، فإن الدالة سميها اش المعرفة، ماشي نفس الاش اون، نسميوها جروند اف المعرفة على جي بما يلي: مهما يكون اكس من جي، اش اكس تساوي تكامل من ا لإلي اكس اف تي دي تي. هاد الدالة هي، فإن الدالة قابلة للاشتقاق، وبالتالي فهي متصلة، قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على جي. ولدينا مهما يكون إكس من جي، أش إكس فتحة تساوي إي فتحة إكس أف إي لي إكس. دونك هنا يفو فار أتونسيون، عندنا ثلاثة الشروط. عندنا الأولى F متصلة على مجال E، A تنتمي إلى E، ولكن الشرط الثالث تدخل واحد المجال آخر، تدخل واحد المجال G، وتحقق لي الشرط EJ ضمن E اللي تعني بأنه مهما يكون X من G إلي X ينتمي إلى E. بالنسبة للبرهان إشارات، نعطيكم إشارات. عندنا F F متصلة على E، إذن F متصلة على E و A ينتمي إلى E. الشرطين بجوج تعطوني بأنه الدالة نسميها G، G اللي شنا قبيله هي G الانتجرال من A ل Y F T D T، راه هي الدالة الأصلية ل F على المجال E. و بما أنه مهما يكون X من G E لي X ينتمي إلى E، يمكن لي هذا الإي لي X هذا الإي نعوضه بإي لي X، بما أنه يمكن لي نعوض هذاك كما غادي نشوفوا هنا. دونك إلا عوضنا في هذه الصيغة هذه، يعني حسبت G ديال ماشي Y ولكن جي، لاحظت بجي ديال اي لي اكس. عندي الحق نكتب هذه الكتابه لان انا متاكد من اي لي اكس ينتمي الى اي، وهذا هو علاش احتاجينا هذا الشرط. هذا اي لي اكس ايتيغال لانتيغرال من ا لاي لي اكس اف تي دي تي. وهذا شنو هو؟ هذا هو بالضبط اللي سميناه اش لي اكس. إذن H لي X تساوي لي G ديال E لي X، يمكن لي نكتبه هو G رو E لي X لكل X من G. ولدينا U قابلة للشقاق على G و E لي G ضمن E و G قابلة للاشتقاق على E. إذن فالمركب اللي هو جيرون U قابلة للاشتقاق على بيسير على جي الأولى. ولدينا مهما يكون X من جي، H بريم قابلة أي H قابلة للاشتقاق، فإن H هي هذه H بريم ديال X تتساوي لي جيرون U فتحة
ديال x تساوي افتحة ديال x g افتحة ديال u لي x ها تساوي افتحة ديال x g هي الدالة الأصلية ديال f إذا الشقاق ديالها هو f ديال u لي x وهكذا سنكونوا بينا بأن h راه قابلة للشقاق إذا ندير واحد التطبيق مباشرة التطبيق نختموا به الحصة إن شاء الله تطبيق جوج دونك نعتبر الدالة نسميها H F المعرفة على المجال صفر بي بما يعني F X تساوي تكامل من صفر الكوس X الجذر ديال الواحد ناقص ت مربع دي تي تن هنايا خديت الكوس هنايا باش نفرق المجالات باش ما يكون ندير اكس جوج اكس فغالبا ما تبقى عندنا نفس المجال نحاولوا نبينوا نطبقوا الخاصيه تما اذا السؤال الاول مثلا بين ان الداله التي تربط كل واحد ناقص تي كاري سميوها كا كا تي راه متصلة على المجال ناقص واحد واحد ثانيا بين أن F قابلة للشقاق على المجال صفر بي ثم حدد أفتحة ثم حدد أفتحة دالة أفتحة على المجال صفر نكتفي بهذا يمكننا نعاود نديرو الإشارات من بعد بالنسبة للحل فبالنسبة للدالة فالسؤال بسيط راه هو تمهيدي باش نبينو بأن الدالة اللي وصل للتكامل فهي متصلة لدينا دالة واحد تيكاري التي تربط كل تيب واحد تيكاري هي دالة متصلة وموجبة على المجال ناقص ني جسد ناقص واحد واحد راه يمكن لك دير مجموعة التعريف ديال هذه غادي تلقى ناقص واحد واحد وعندنا الشروط ديال الاتصال هي هذه الدالة خاصها تكون متصلة وموجبة لأن غادي تكون تحت الجذر دالة متصلة وموجبة على إذن الدالة التي تربط كل تي سميناها ك سميناها ك ك تي بالجذر ديال واحد ناقص تي كاري فهي إذن الدالة هذه متصلة كذلك على المجال ناقص واحد واحد اوكي حنا لقينا دابا الاتصال ندوزو للسؤال الثاني السؤال الثاني طلبنا هو الشروط ثلاثة الشروط غادي نحاولوا أننا نلقاوهم شرط بالنسبة للسؤال الثاني دونك لدينا أولا دالة ك متصلة على المجال ناقص واحد هذا الأول الثاني صفر ينتمي إلى ناقص واحد واحد الشرط الثالث هو الدالة التي تربط كل إكس ب كوس إكس دونك الدالة التي تربط كل x بكوس x فهي قابلة للاشتقاق attention قابلة للاشتقاق قابلة للاشتقاق على المجال صفر بي ولدينا مهما يكون x من المجال صفر بي كوس x ينتمي إلى ناقص واحد واحد هذا هو اللي رمزنا عليه قبيله ب U لي E ضمن G إذن هذا هو الشرط الثالث دالة قابلة للشقاق و U لي E ضمن و E لي G ضمن E و E لي G ضمن E مهما يكون x من
فكوس x ينتمي إلى صفر. إذن دلالة سميناها f قابلة للاشتقاق على صفر p. ولدينا مهما يكون x من صفر p f بريم x تساوي الشقاق ديال الكوس ثم f فونكسيون f عندي هي هذه الجذر ديال ناقص كوس مربع على x. الشقاق ديال x هي ناقص ديال الشقاق ديال كوس x هي ناقص سين x. الجذر ديال سينيس مربع ديال x تساوي ناقص سينيس x. في هنا يجب الاحتياط، راه ماشي سينيس x وانما القيمه المطلقه ديال x، لان كما قلنا الجذر مربع ديال a راه هو القيمه ديال a وليس a. ولكن عندنا حنايا هي ناقص سينيس x مربع. لماذا؟ لان سينيس x راه موجب على المجال صفر بي. هنا يكون x صفر بي، فإلا خدينا الدائرة عندنا من صفر بي، فسينيس دائما هنا موجب، وبالتالي فاف بريم ديال اكس هي ناقص سينيس اكس مربع، يعني أن اف تناقصية على المجال صفر بي. وبهذا نكون نهينا الحصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.